بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيت ضباطا يسجدات كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. وباب هاي القناعة إن لغو قنعو وإيمان ستوحي ربك هو قيبية قيب كوسي القناعة بما قسم لك وحي إلهي قيبهان كوسي عافمات أولاد حولي علف عقل يمان وحي ربي سبحانه وتعالى كوقون دي إن أتكو قناعة إيمان ستو إيه والعفاف إن لقد أرسل السؤال شيء مسألة يتوكس بريادة والاقتصاد إن لا أحد حيستو في المعيشة النورش حولها اللباترين أو الكبرين أو العيارين أما هدي وحلا بحين يدتك أن دون يقلق قوين ونقطع نما لغلق من يوال إنفاق والاقتصاد في المعيشة والإنفاق نولا شيء وحب بحين توبا إن دح دحات لغو السعوداء وضو دحيس إسراف إيو إيو تفريد أما إسراف إيو إقتار نحل أورانشري لا تجعل يدك مغلوة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط وكلوي يطوح بحين أي سنة سي دح دحات وحب بحي هدي آد معانك ودا ضاي وحبيل أي سنة سيد أحد هذا وحبيل يعني روحي كذين كنا كجوين حوله نهبات تلين وقع عيار ومبذرها نقنن إيه وذم السؤال بريضة يطوق مضو إنا إلا عاي ولا عن باريهم من غير الضرورة أيضا ضرورة جنية دبات الله فتشبس الله توق صدا مددك وحلا ويديه. قال الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض نولدك جوغا مجرا الا على الله رزقها الدابه وحيدلك كتكبي كصعد النول بالليل هذا حتى دوبده كجري دو دوله يبا دابه وهي سان با لوغا جيدا ارضك وحا لوغو قيداي وا وحا انغا مانكني مسخدين او دوبا دي دول وخ جوغان بان اسنا قاناي وحا بدها كجرا اما عيركا جرا مانكني اسو دغدغ ما مسخدين اسو دغدغ ما يساسا لوغو حل قبسداي وا من دابه النول مجرا حيوان في الارض دولك جوغا إلا على الله رزقها إرساقات دي عالف كذا وحي عالفان يسو الله دوشا سارتو أساقا وبلن قاضي. وقال تعالى ربنا وحول للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. للفقراء فعل قوانبا وكتعلق يا نوال الشيقاء مبتدأ قوانبا وخبر يهينا والله شيغا دنك مبتدون ان مربا الصدقه صدقه يا زكاه وحي اتي الفقراء فقراء ايا صدقه يا زكاه اي وحي لبخين لا سينيا الذين كواس احسروا لا شري اما لا غدوميه في سبيل الله جدك الهي لو غدوميه ايغا او خران او تاغين اي هلغمان او جهادان جانس يا وقت اي كو شقيستان ما هلهايان اما غالدي عدو الله با غدوميه ميله مكاسبته ايو مصاريف تكررتن لا يودن با لغا سو خرخري لا يستطيعون اودي ما يان ضربا في الارض لو كان يكون صبران ويرساقد يباد كودي وقود كودي راتدا او عليس بدن با جرا ما جاد بي خرين ين او سولما او ين او هيغن ين اما وابا لعن قبتو غالدي بابا جيدينك يو يردبو استاغتي يحسبهم الجاهل مد كان كور قبن ان ال ديرن وحو ملينيا اغنياء انيه ان ان دد هودن او تناد ايهين بومودايا نين كان فيرده ديري محوسا أقول قضايا من التعافف في دورسك أي كدور سنة ينسؤاشي يتوكسك الدرت يتبو حل مودية إن أي وحيستا تعرفهم وحاتوكا إن أي باهيهين ودبيهين تدهل خير ودور سنة أيهم بسمام على مضها كم موضة وجه قوضية موقال قوضية باهي روح باهان ودباني نندا دان وشاني كم موضة وكل دوين لا يسألون الناس إلحافا دتك موي ديستان وسؤاشك مع العليا لا يسألون الناس دتك وحموي ديستان إلحافا سع العلن أه او ادق او روحي ان لا دقاقين اما لا سو علني بريادي ما ويديستان الحاف انتازي ولا وحيد ما وحوادك ما ويديستان وي ان لا دورو فولا دريبا مويه ايغو ما بخانبا اذا مر هدي الله سبحانه وتعالى وحي نولا او دنب دول جوغا ارساقد ربي او بلان قاداي وحا لو والبهارتي لا رفا داي ميش ما تالو وحي اسباب ربي كساري اما ربي كودرد او دلا امو وحي كان ربي دمستيركيس كاسوغوي marke inaad qadaha iyo qadarka أد آمنت إلهي سبحانه وتعالى قعنت سنة كل صونات عليس بدن باك هادا هاي وكغنى سنيس
tana waxaa lagu ammaanay ruuxa muslimka dhiban ee baahanaha xagga nabaayiisa qarsanaya cind allahi subxaanahu wa tacaala waa ku ammaanayay shareecadaba sida lagu halqabsaday dadkii muhaajiriinta iyo fuqaradii ansaareed iyo muhaajiriinba. Waqaala tacaala rabbigan wuxuu kaloo yidhi waladiina cibaaduraxmaan, marka laga soo sheekeynaya dadka ammaanaa, kuwa weyda anfaquu, hadday wax baxshaan, lam yusrifuu, aan baatulin, aan ku ciyaarin, hadday wax bixinayaan xoolaha kuma ciya, wax baahida ka badan ma bixinayaan, biil hadday bixinayaan wax dhexdhexaaday bixiyaan, hadday wax siinayaan ummadana wax dhexdhexaaday siiyaan, xoolaha dee baytimaal oo ka badan baahida oo lagu ciyaarayo waaga dambe la tortuuro oo waxna lagu sameeyo yaa la diidan yahay. Waladiina idaa anfaquu, hadday wax bixinayaan, lam yusrifuu fil infaaq, wax bixinta kuma xadgudbaano, xoolaha ma baatulaan, walam yaqtuluu, jidiinkan ummadda ma gooyaano, wax yaroon dadki deeqayna ma siiyaan, wax dhexdhexaaday bixiyaan. Wa kaana infaaquun bayna dalika qawaaman, infaaqooda iyo waxay bixinayaan wuxuu noqday mid u dhexeeya labada arrimood, bayna ataqtiiri aw aliqtaari walisraaf, in xoolaha la baatulo iyo in jidinka la isgooyo wada dhexa u dhexayso ah in wixii la miisaamo oo si miidaanle oo kula baahida ku qiyaasan kuna qadaran wax lagu baxsho. وقال تعالى وحكم ربي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ما ابور انس يجن ان يعبدان ما وحكل وما درن الى سبحانه وتعالى وحوله ان بقر ردا وكدوان هي بقر مخا لو يقانا وخا لو يقانا بقر ادومديسا انو لبا قيبود كدغ قيبو اسكو الىليو اسغو شرفتيسا الىليو دفاعو دورو عيدان او نوقدا اي قيبو كخوكسدو او شقيسا او بيرها فشو خولها رعو خولبا سمي الهي لبدو انو ميهبور. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ما اريد كدون ما هي من رزق ان اي شقيه واضمد الى قيبت شقيه سي بيل كسو ساري سي دولته ديسيسي بيرها فلها هي علاش شبه هي بيها ور نمنك وخ قبان لها. وما اريد من دون يطعمون, ان اي قوديان واني وخ حسيان اما اونكي وخ حسيان كما دون هي اي ودنتي لو دري حقبتين. ما أريد كدون ما يمنهم من الجن والإنس من رزق علف, وما أريد أن يطعمون, ما دون أن يقود شاني أنتم أنا بلن قالوا إذا وحي لغود رأيون قبصوا أه إلهي سبحانه وتعالى نعابدوا وغدد لغود رأيتكو هكاكتو. وأما العبادة دلغان وعبادة القود وي عبادة القود إنس إيه جن بكرد حيث من أبينا آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد أنبياء إلهي سوى دروران رسوش عبادة كرد حيث وهم حي إلهي سبحانه وتعالى كلي إن له كان سماء أسقى اللوينيه أسقى لك مرقاته إن تاسع عبادة. أما مقصد كأقود إلهي إن لوينيه وأسقى له كان سماء وقاعدة قود وأنبياء اسمه خلافه نبي والبو الله صدري رسول والبو والبوحولها إلهي عابدة مرك إلهي كلي إن لعابدة وله كان سماء والسود يبقى أسقى لك مرقاته ومسألة قود وأنبياء يوم الله إسلام قرن بكر حيث ومدي اوه الرسول نبي الله ادم يتودى بسنة محمد بقى. لكن مقصود كقود عبادات كو اديغيه اي افراد دوده اي مكه صلاه اي صون اي حج اي زكي اي جهاد اي لافيريا وكل دوران كرا عبادات ان لو جيد نبي الله ادم با امتنا وخ لو جيدي عبادات خلي نبي الله موسى تقريبا هدا جيرين احكامته وسبدليس. ولذلك الرازي وحرف في تفسيره عبادة كدحيس أمضه وردن إيا أنبيض وردن وحاوي وآتعظيم لأمر الله وشفقة على خلق الله عبادة قودة كدحيس بن آدن وردن إيا إنسي جن وردن بكدحيس أمضنا أي أنبيضنا أي وذاقان وامحي وآتعظيم لأمر الله إلهي أمر كيسي حكم كيسي شرعي سمر كاترون لوين أيو والشفقة على خلق الله إلهي أم كيسي لو ننقض ولو نحرست والله بدا أصل بكدر وريكته وحكى لو إسخلاف في كران حلق إسلام كهران ديسي شيء عبادة وان مانت عبادة أهين ويس بدشا أفراد يا أجزاء عبادات كصورة أهان يا شروط أهان يا أركان أهان يا وقت أهان يا زمن أهان يا أشخاص بو يبدلي كرتا لكن واحد يبدلي وان محي إلهي كلق إلا عابد أن لو شريك يلي مسلمي آدمها اللون نحريسة مسلمين اسمه بدش وحال الله قلنا حريسة يا وحال الله سين يا قابك رب الله عابد يا وحال لو عابد إن حلق أيضا وأرماء أحكام شرع بدلي كرتوي حل بيت المقدس إلهي إن لو تكدو ولا آدو وجهك لا آدية أي واجب أهيد فرض من فروض الأعيان أهيد هدان صلاة بيت المقدس لو تكنا ميسان أسحين ما أنت هدا تكتنا تقالو بيسا سأسلم بيت المقدس ما أنت نينك تكدو مسلم هدا صلاة الدور كي عصر كي عشاء يا مغرب كوحان تكنا يا فجر بيت المقدس فقد كفر مرة محيا هيد
عبادة إله اللي يقول دوانا يا أهي أفراد وإسبدل أنا سوف أنتم مرة إذن مركان يا لقوا عابد هاي إن بيت مسلم لوجد صدر الله هذا يا لقوا عابد أنا لوجد ثنين الله أمرك الرب يبين الله سبحانه التعظيم لأمر الله وشفقة على خلق الله وأمران لا يتغيران في جميع الشرائع وحكى له وإسبدل كرا وأما الأحاديث أحاديث باب قتمت فتقدم معظم بطن كيد ويصهر مرت أحاديث المام يسويح ربي كو قدره كو قندينات كو صبرته كون قن عدد إيمان ستو سؤاشنا كرد ورسته نولشا حالي ذلك يدواني وحد بحين أضد حيسته توقمد أي بريد آدمها تكيل على سنين ضرب وعتم ويين أحاديث قتمت فتقدم معظمها بطن كيد ويكو صهر مري في البابين السابقين لبدا باب هوري باب كينو قدن بيئها فضل الجوع وخشونة العيشية فضل الزهد والتقلل من الدنيا لبضع باب الشيخ الجدين قدم بيه دائرات قرنيسة ولي باب كدو دمية أدو دائرة ومما لم يتقدم أحاديثا صهر مريم حاكم بدا شيخ السيدة ومعظم كده لكن أحاديث صهر مرتبه سعل دونا لكن إنه إلضو فأما أكثر كده أتشي ذون بيدعي كرتا ودعي كرتا أحاديثا صهر مريم حاكم بدا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي حجي ليس الغنى ليس الغنى خذ انتم معها عن كثرة الغرض عرضي أي بسبب كثرة العرض أنتم هنا وسببية تيادي جرتين وي ليس الغنى تناتكو إيه خذ انتم معها عن كثرة العرض أي بسبب كثرة العرض حول بضنان ما حول بضن يدنيا بضن خذ انتم معها يتناد نمضو يتاجر نمضو ولكن الغنى ظن تنمتك إلهي تعلي أما أنا وحوي غنى النفس نفط غنية نفطك تاجر تاي إيمان وناكسا إنا وحي ربك سي إيمان ستو كقانا عضو أذن هنقل تاجين أذن هنقار من با تاسا ظن تنمى متفق عليه العرض بفتح العين والراء عرض قديم عينك لكرب عينك لكرب يا الرضب هو المال وهنتذا جمع عروض عروض نوال جمعية ووحي مالة أي عرض كالليدة عين كي رضا مكة كرد وضو هدي للرهيب عرض الليدة هدنا ووحي الدنيا إن العقا هاي وحي الدنيا إن العقا هاي بالليدة عرض مكة رضا للرهيب حولها النول وبدر كمسجد وحي أبها الدنيا وردن حول الله قد عرض الليدة وحي أن العقا هاي العقت عين بالليدة عند العرب لعقت عين بالقول الله صار مكة عرض رأى الرهب وحولها بن آدم كل يفسد وحان العقت يشيل مها كاهي هدي لكن هذا الكربو ودو يردن مع العقت بكون جرت مركا أيضا وعن عبد الله بن عم نعاس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى قد أفلح والليباني وحالليبان من دول كي أسلم على سودي بوه قانسمة إسلام كحقيقي هو هنا بسياق القرائن موضوع على تاغي مقام كالجوري حديث كقطوس هاي اذا مرافقا لبدينود لي افك كمسلم كور كان كقال هذه من ليبان وخسار متك اصو قد افلح وحال ليباني من دول كي اسلم الله كان سمي ورزق لو ارساق لو دفي كفاف وحنا لو شسو كفر وان كبدني الكفاف رامن حديثكم حكم حديث صور مرتي بكمد يا يدا صدق خصوصا ورزق لغو رزاقو علف لوغا دغ كفافا وحسا كفنا او ما يكف عن المساله اما شيء اسا كهر استاغو كاعلن سؤاش يتوكسغا اما شيء باهيد ان كبدنينو اديغ كوغو ايق وقنعه الله ربنا كقنعه ايمان زدي بما اتاه رب السي رواه مسلم اذا الامام عبد السعيد بن عبد العزيز الفقيه التنوخي فقهاء الشام وصاحباه او زاعبا لو يدير ما هو الكفاف وحلو شبع يوم وجوع يوم الكفاف وين ماين لباهات ماين درجتو ماين القاچوتو أود إلى هي أصبر تود أجر بدن هشو ماين حيو عرب كله بحضو أد شكر ذا لقاد دون هاي هذا هو الكفاف باش الجوكتي ذي قرعي قدي عشان ديار ماين والبا كفاف ماها طيب وحو هي وآفكل رواه مسلم وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه الأسدي قال الصحابة وحوري سألت رسول الله رسول كيف ويدي فأعطاني وحوان ويدي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بيهين يوم حنين بركو النبي غنائم بضان حولب بضان هنتب بضان هلو قوليه كفار قريش إيو النجدين إيو قوليه غطفاني وحي بركا كسو إسلامي إيو أشاجعات وحي كسو إسلامي إيو جهينين وحولب بضان أقيبين
yu xakiim li nabi allah wana xoola isi nabi wuxuu siiyey wuu saluugay xakiim baa saluugay su'aal labaad buu nabi ku celiyey wuu siiyey mid saddexaad buu ku celiyey wuu siiyey markaasuu la hadlay maalinka xunayn wey nabi allah xoola isi buu boqol halaad oo geel siiyey boqolkii buu yaraystay oo nabi allah boqolkii ugu yartay ma mooday nin buuna anigana dadka ila samayso meelo badan buuna ku dhalanay dhib badanna waan soo mar waayey la waan ahay marka iyaga taqriiban waa wa toddobaatan jir ama siddeetan jir nin yar maaha lixdan sano yuu ahaa mushrik lixdan sanona muslim buu ahaa boqol labaatan sano ku dhintay wuu cimriyey aad buu cimriyey isaga xasan bin thaabit ba xilliga ayada marka waa nin siddeetan jir ah marka wuxuu yidhi dadka wax ila samaysa ma moodayni haddaad wax ila samaynin aad iga yarayn ma moodaynin buu idan boqol kaluna waa ugu daray boqol halaad oo kaluu siiyey markaasuu weliba sii hadlay xilligaasuu nabigu iyuu la hadlo marka waana u jeediyey حكيم الحسين وحوري سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيبان وحويديستون حول إسير يوم حنين ويفاعطاني أي مئة من الإبل رواية الطبراني في المعجم الكبير بعض يسير مئة من الإبل بنبي يسير ثم سألتها دانا مر لباد بان ويديسي فاعطاني مئة بقول لباد أبا بقولوا هلا دو قيل يا كسين هاي وكاسي الصمالي كسوهل إنها تدبيك كنت فاعطاني من نبو هدنا وإسير ثم سألته مر صدحات بان كعي فاعطاني نبو هدنا وإسير صدح بقولوا هلا صدح بقول هذا النبي يقول ديبي وفرح كسار ثم قال هذا لكم مركون صحيح لأنه هذا الروح مركون سؤال وقول بالله بابا أدوانا كهرقيس وحكوارك هيا بخيل لماذا إلى الدفاع عنيس بخيل لما أدوه وجرت إيا قناعة الرب وجرت إلى الدفاع عن بكم مودي لكن مرك هذا وحسيسو أدوح هذه اللي كرتو أدي بتهدد قونا ولب حوض وانيسو وكاقا دانيا حمانا وارك مايو إذا النبي قصدو إيالي حكيم مركو وحي لك لو ديبي بودي قال هذا ام حكو شيغي ثم قال النبي حري يا حكيم حكيم ان هذا المال الدنيا تدا خضر وعقارنت حلو وانا معانت لبدا ميدبنا كي او دغدغ بدنا حق بابا يا ترترن كو نبي كو هل قبصدي ددنا ميدكي او بابي اوغا كو هل قبصدي شيغا خير هذا عرب كسارتو ساعه عرب هذا كو سي دنبينيا كخرات شيء معان لكن عنفت بلتين كوكو داهم ماي شيء معان مداهو حق ردنك شيء خرات إلى سنكر يتمر يشهرات ستو عرف كذا حقي ماي سوزو متقانا إذا تيبو النبي كوال قبصان أديو واسدا ووح معان لكن أن رانديس إيا الراقد لهين مذب كذونا واسدا عقار كي علينتو دربوا مذبات انتي عصوص يلطوي چالن قطي دادتا مدى مراقتو إن هذا المال خضر وعقارين حق مذبك مراقو حلو وانا معاي عربك مراقو فمن أخذه مالك الروح قاته بسخاوة نفس نف إيمان سيد إيمان سدو إنك سي إيمان سنكو قاتا إيمان سنكو قاتا هيا رادو حبنا وحلو سي لغو سيبا هذا إيمان ستو ونف وحقو ريسو وحنا قاتا أي نقطو سخاوة نفس وادن وناقا إيو سخو أسلك سوا وح بحنت هذا ضوح قادنا أيه وح لقاه الله يوام حي وإند إيمان سنت وح يصير بقى ترى النبي الله بقول هذا بنقول ليه إند إيمان ستال ربي وترى ما شاء الله وتكم هذا النقطة قعدت أنا سويت هذا ما هاي وهو شو كده على ذيك عباس وقالي هنتي بدن وبحرين كتي من مسألة كسوب بحسب عباس كسو قيب قالي مركز النبي الله أنا حلاه حق قادنا ربي قادوا وحق قادنا كرت قوين بوفت صدي عباس بن عبد الملك يلفوا وين واقع قوي بنتوب في الصليب وبوح سدي ذهب يا فضه قوي وبوحي مركز دعينه وقاد وقاد واي نبى الله وحول الله هذا القليان سحرته هاي لا قادين نبى حول ما يقول قادين ما هي حول ما ذي لا قادين نبى الله وش هاي صار انتونك انا قادني تلاقي قطنك الله يسلم ما نبى الله صار ما يو xur hadda igi adii diidi adaan ku dhalay adu ila qaad buur maayo kula qaadi maayo buku nabigu ra diiday xirtay loo diin la qaadaan buu bad iska riday bad buu iska reebay xoolay badna hadan xur aad qaadid uu qaadi way markuu wuxuu shuub masaadku ka wala ka aanu maleenay uu dhaqaajin way abbas xur nabi allah xirta allah ay la qaadeen maaya tunka la isaaro maaya adu ila qabo guriga ila gaadsi maaya qayb buu iska reebay qaybta dambuu la kacay markuu dhaqaaqay yuu nabigu qoslay
waxaan nabi Allah ku qosdi baa laga adeerkii suu adduunyada ugu dadaalay baan la yaabanahay bariba baa la iska qaban yani baashu waa inaad ku qaadato iimaan san faman akhadahu ninki qaata adduunya iyo maal bisakhawati nafsin naf iimaan sigeed iyo qalbi sami ku qaatay iimaan san buurika lahu waa loo barakayn fiihi fil maal oo fursa hadda wax yar haddii lagu siiyo oo niyasani ku qaadato ilaah waa ku barakaynba adoo hanqaltaag hebel muxuu isii ku hayn dhacda dad qaatan ulba wad ka qaadi lagu barakeyn maayo adiga wax qaata loo barakeyn lagu barakeynayo waman akhadahu maalka ruuxi qaata bi israfi nafs naf hanqaltaag iyo iimaan la'aan ku qaata lam yubarak loo barakeyn ma loo barakeyn maayo lahu asaga fihi fil maal maalka lagu ma barakeynayo khayrkiisa yaraan oo sunadiisa yaraan ulba wad ka qaadi wa kana kalladhi asaguna wuxuu noqonkii wax qaatay sida wax ku qaatay أحد والله من نقنا يأكل وحونا ولا يشبع عن رجين أحد وحون عنا يور حقنا عن رجين وحنو ضد كود عوي حولها قاركود نكود عا دقا جنا كود عا مركا قاركود قيل أنا كود حاجة بيها ما كلام مرة القرآن كنا تلمامي إذا مركا حنون كاسو إذا نك الدنيا دوم وضع هاي إيمان لان كو قادنا يوحل مدي هاي روح وحونا يورج بعن رجين وليد العليا جعنت صر يسا وحب حين يسا أي خير كون أقسم يد السفلى جعنت وصية تقصنا يسا قال حكيم الحزام وحجري فقلت وحار يا رسول الله رسولك إله يو والذي بعثك بالحق الله حق الله صدران كل أرتي لا أرزأ كدم مهيو كنقص من مهيو أحدا آدمي بعدك قداشا شيئا من المال وحونها انتعك قدم مهيو دبضاء ما أنت كدب بني آدم وحوليه بريانا كو قادم مهيو كان قدم مهيو حتى أفارق الدنيا إلى الدنيا دعان كتو وانفارقون كيريوده wuu noola marka khilaafay sidina Abu Bakar buu noola tii Umar buu noola tii Uthman ibn Affan buu noola tii khilaafadi Cali buu noola Muawiya uu noola 10 sano xukunki Muawiya uu noola fi khilaafati Muawiya geeriyood ay misasdan hadii wa konton sano muka u yartahay konton sano nabiga kasi dambay konton ka sano aysan waligaa ruux bani aadam wax ka qaadin la hadiyo ولا حق أسقوا لي هاي ولا وحو ودي استمترتو يعني صحابة المركي حكم كقاطان وحوي ما حد أودي كرتان وحي سميان ما بن آدم ما أودي كره ضد الله دور طيبة هاي فكان أبو بكر أبو بكر الصديق وحوها يدعو كوية حكيما بوية للشري اللي يعطيه سوسيه العطاء غنائمتي يفيقي يحوله بالناء اللي هلاي بي مسلمين تم مشاركة قادان شري وصنف كيبا وحلا سنجري دد كاس لوقو اندج مهاجري أنصار ودي دي muxuu ku dhaartay bina aadam waxba ka dhimi maayo wuxuu gacanta ku hayo waa xaqoosa uu leeyahay wadu waa xaqoo meel fayway hantidi buux dhaaftay ee la helay ee beytumaalku uu helay muslimiinta loo qaybinayo buu diiday in wax ka qaato ilaa nabiga maanka allah hadlay balan buuna qaaday fayaba wadidi jira an yaqbala inuu ka qaado minhum min abi bakr shay waxba inuu ka qaabalo wadidi jira ثم إن عمر أو بكر سيدي بكو حجابتي ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دعاه حكيم بوير ليعطيه أصلا إنه حقي سيسي فأبى وادي أن يقبله عثمان بن عفان علي معاوية سيدي سيكو سعوتو يا وكلمني فقال عمر حول عمر صوح كبق إن ليد هذا حكيم محاد حوليس أوسين لا ذاي حوليس ما تيسد حقي ما تيسد فقال عمر حول يا معشر المسلمين مسلميني وشدكم حيد مرقل لي على حكيم حكيم بن حزام بخراتي ايغان نقضا محادي مركا نقضا ايسا اني اعرض عليه حقه حنو بندقا مروال بحقي سينو قاتو الذي حقه سو قسمه الله له الهي وكقب سيه وكقوند سيه في هذا الفيء من هذا الفيء مال كان يغنى امتن يحولان يخراج كان بضان بيت مال كبوحة المسلمين تلو قيبنا ووايل كمسلمين تينو حقا قاتو الهي تيبو دي دنيا فيابى واديدا ياخذ منه قاتم راتك هذا فلم يرزع حكيم حكيم موسى كد من كمان قادنا كمان نقص من ادم احد ادم من الناس ذلك كم بعد النبي حتى توفي الى غير يوضح وقام مسقدا لو يعدك ولي بعد يسيو فمات حين مات وانه لمن اكثر قريش مالا وفي رسول سيدي لا يبركي حلق حكيم دبري وحور دنتي اسوء قريش نكو حول بدنه maxay ilaahay ku barakeeyay ballanka rasuulka uu qaaday oo uu fuliyay cahdigaasaga lixdan sano konton iyo shan sano ayuusan xaq u leeyahay asagu iyo miduusan lahayn aadam waligaa weydiisan kana qaadan hadda waxtay u keenaan ilaa nabigu ballan qaaday
meel kale rabbi kaga soo shubay marka xoolihiisa yara baa lagu barakeeyey ayadoo sidaa tahay nin deeqsu ahaa hal maalin buu 200 halad keligii dhiibay isagaa bixiyo nin waxa ay haysta ma ahayn nin intuu wax qaato urusay ma ahayn sidii subaro kale u ahaa wixii loogu yimaado bannaanku ka yaallay idonka kii wax loo dhiibay waxaad moodaysaa inuu la dhaqaaqay ma aha saxaabadu waxay laga qaataan muslimiinta iska lahaa فمات حين مات وإنه لمن أكثر قريش مالا مالك دنتي وغيريو وخلافة سيدنا معاوية أهيد وحو غيريو سو قريش وحول بدن مرك إلهي با وحن بلن قاضي سوق غبنيمها لو راتسدو سو وناغسنها لو بخيو إيمان سميها لو قاطو ها لو صبر ويا دبك الدنيا وحدك كتوسايا يرزق صوما براء رضى الله قرنا ثم زاي ثم همزة رأي الزائي همزة الله أخرنا يا ألف وحديج تريدونك الصومالي هان أي لم يأخذ من أحد شيئا روح بنادو حكم صنقاضن وأصل الرزء وحوي النقصان وحدي مدة وحلقا دي ما أمو حلقا قوية اللي جدا أي لم ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه أحد آدم موسى كدي من كمان قاضن حديث حكم موسى دي من قاضة شو كقات أول وإشراف النفس صومها هنقلتاج تطلعها هنقلتاج وطمعها إن يقود الرئيس وحا ماشي يالا بالشيء بالمال وسخاوة النفس وحاوي هي عدم الإشراف نان لها انقلتاج إلى شيء الدنيا نان لها انقلتاج والطمع في حقنا أن الطماعين والمبالاة به والشر إلا الضنائيه أما الغمة من أدوي وعن أبي بردة عامر عن أبي موسى أشعر رضي الله تعالى عنه وأبيه هذه قال السحابي وحيري خرجنا مع رسول الله رسول الله بن الله في غزاة دولان بن الله نبي محمد بن الرعاي دولان الرعاي ونحن ستة نفر نغوط لح روحه بيننا وحن ودحيي بعير النف جيلة نعتقب أن كل الله يتمين أما أن مرقيسين أما أن كتوك يسين اعتقابك وحوي إن هذا هشا ارتقى مرض وضط قادستو أتكدكت هدنا وأن أنت كل سهراته هدنا أدو أتكدكت كل هدنا قادستو هل رتبان سب بدلينا كليتن يا مرقيسي يا توقيسي ولا إلى هذا ونسك أفصل أسكم الأموي تضبطوا كه الله وتضبط رئي أشعرين واسوا قويس اللحدة واسوا قويس لكن سحبوا أنت وكبرنا يا وحلي اللحن أن نقع وأشعريين يا هل رتبان نقص على إن جيد كدقن عقب يدا يوم لعدة قرحة كلبا مدبا كفولي رتبوا كجديد سن مركو إلى قصع ملها شخصيون أو كلام مستشن تري أو كله أيها نينك لو رتيق ولا فريسين كو كلا إلى سوتي كوس عين سوت بي ساسة كوس عريس وهل رتي كنا مع خرجنا مع رسول رسول كلام الله بحنا في غزاة دولان ونحن ستة نفر نقول لحق روحه لحقفه بيننا وحنا نودحي بعير هل رتبا وذاقين نعتقب أن تكون بدلا إنه أن كو كلا يتمنى ما أن كت توقيسين ما أن مرقيسين فنقبت وحا دلعبي أقدامنا لغي بانا دلعبي وين الدولة الشمال مكان تاد تلاقوحو يعاقو بيدو يكبالا آنتو لغتن تيكو بررتو ويكو بوغيستو بيوك شتادنا يدلعبان نقبق الليل هذا فنقبت أقدامنا أدمه لغها أيا ندل دلعبي ندولة الشمال ونقبت قدمي أنونا قمت دي باي دلعبي لغتن وان وان مرحوي وان مرحي قل كبا كرنا عيعك الدنكي وسقطت أظفار جمع ظفر عديها يبحي بول وايد اللذان بعديه دعديه كوتشوغا واضنوشا هذا مو انت عديدي سؤال تقع مادية تلويات بأي تاقن تاين بحين وحباء ونقن لكن مكا عديه كبحان كون وصنا كبحان مدى قاقكت حتى وحال الله شاقولي هم بطق له عديها هذا انت كوي الله وطبالي سنفتح كوي ما كان عدوك بحان لك وشيد يسيد لك هوسبت هاديس وسقطت وحاد طوع اللي لضيب ولي أثفار عدينا ويقب بحين محاد ثمين إيسان صحابي مرة دهال قال لك قاري سيوسعون إيسان فكنا وحاونا هاي نلف كوي الضوبة على الرجل اللغة يقى الخرق كريم مرة انتي الله تشيحا لغوها لقطل قدوبية الله يوتين واسكبا يرى وانتي تشيحان بلقطل قدوبية كبي كدقان إياه عديه إلى ضيبه يكون بدلاً إياه الخرقة جمع خرقات من بدن بطومرتين فصميت وحالوغو مقع عبد دولان كاسيكي سيدان أرفادني غزوة ذات الرقع دولان كي كرمها إيو مريها لغوها لغو الضبطيو دولان كريميدو مريها سوجع لغتو كدوبة عليبتو كدوب نحلا كدوب عديها كدوب كو يرصعو انتاسو
محاصر لوغو بخي لما كنا نعصب على ارجلنا من الخرق حلوي لغزوة ذات الرقاع حلوي لما كنا وحنو اهينو نعصب كوضو با ما خيره على ارجلنا لوغ هيغا من الخرق كريمها يا مريها يركان كو خينا درت ما لوغو بخي هلكاس ما كاتيميد الرقاع ما اها موضع مغعي ما اها قو ماشي كو يال لوغ دغالما ام دولان كان ما اها نين مغعينا ما اها انت اسب اهل سير باشيغا وا خطا صحابي عدي اللهم مغعابي غزوة ذات الرقاع دبك قبصد الصحابة هي فلك أيوة أي سمايين هي كرمه جمع رقعة أو رقعة أو اللغة كدو بني قال أبو برد وحوري وعامر عبد إن أبو موسى الأشعري فحدث أبو موسى الشيخ أتبي تابعين بدن بهذا الحديث حديث كان سقع ثم كره ذلك واقه هذا ورد بصدي وكو حديثك الشيخي ودبكي سومرين كشيكي يوحو دبك حنون صدو وحور محاضو شكت حمل يا خير يا جهاد يا دولا إله درتي الغلطي ما دي دبك أنا دبكو قاري محاضو شكتي عمل كونك صلى الله عليه وسلم الشيكي تيبو قون صدي وقال وحوي لمرك ما كنت أصنع محان كفلي بأن أذكره بنا الشيكي محاي قيي إنا هوشا كشيكي محان قدوني وهذا الكيسي بقون صدي قال حول أبو برد كأنه أحد مذكرها إنه قصي أن يكون شيء من عمله أفشه يعني كان أيضا اسم كذا إن زياديه ونادر في العربية والنحو أدلة لود لشان حديث كان كمدة إن كان اسم هذا زيادة النقطان أدلة لود لشان كمدة هاي إن أيده زيادة النقطان يا غالب وبدن لكن أيضا اسم كذا زائد زيادة النقطان وقليل نادر ما كنت أصنع أي ما أصنع أصل كذول ما أصنع ما عنكم فليوي أنا أذكر أنا شيء كان يتضى الله سعطوا ومحي وزيادة إذن كان اسم كذول زائد نقطة ما كنت أصنع أي ما أصنع ما عنكم فليوي أنا أذكر أنا شيء قال الحر كأنه أحد مذكرها أنه كذا أن يكون شيئا من عمله شيء عمل كيسا كمدة أقر صنع وسرعها أفشاه أنه فافيه وبرناك صورة أنه قريبا مودة وإن في عن طاية وكيسالة كل جرين لابد أن يكون للعمل للمرء خبيئة من عمل صالح روح مسلم كوحوى نكسن عمل صوبان أو خير أو لطمد أو كو قرصن إنو تشيره صدقات هو صبح حصي هل قني جهاد عدن كل وغين أدقى شيء بر الوالدين كو قرصن خير أضو مدى فرطو كو عمل صالح أو إله درتي أو لطمد وأن ألم ينامك لأغين أو سر كوعة ومركي حالات عرسك قبصت إلها أو تكتب كبري أو تكتب وصوش إن الليلة هو مهم جدا إذن تيب السحابي وكبقي مركو رنحو الشيء نعمة ربك إنه كشيكي ضد كان أودرين زيو لبك الدين كالله صومري عملك صالحة إن لقرية أصلة لكن مركا قرقض حابنا إن لو شيء أولا يظهاريو لمصلحة شرعية هل قد يضو هل الددالو واجه رسيل لأهانجري هذا ما شاء الله مري هل لو يقادو اسبدل كخير دعي هل قد برارغو يعني وحبا لسكيه المامي كرا عادة لمودي كرا وراق قاسو مركو أشيغي إلهي كدب ولا يرحم آتي إذن حديث محا كجرة لبك الله صوم مري الدنيا دن أهدو كنا في بحيسان لبك الله صوم مري إسلام كسي اللو سو الدفاعي الدقور بين كشيكو حان ساحب مبدأ نينك قد يدى له كركيسي يعلف كسوحا كما فكر محقا فكرة قليه قضية مبدا وتاغي اصحاب المبادئ اصحاب القضايا وحيب بيكسدان اوي برت المام هدف كليه اني حقيقيا اما عن شيرها عنو اما عند امحو هاي عرضا ها قرتو اما كركي سعوس صارو اما دور قرص ها حدو هولو طالبا كل وحو هلو كتش يو سمي لكن هدف كيس اسمه بدلو وانا قضايا ليدين قضيه روحو انو الى شدو هنا ظن كرين كهذه سيدة ذا كفكر تسيد الضمر كي هو مشكلة وي ومشكلة روح وينه قضية بأكسال الدونية وعن عمرو المتغلب رضي الله تعالى النمري أن ويقال عبدي عبد قيس قيس كاس كسوة جدان والله شكا سحابه عن عمرو المتغلب النمري البصري وأصحاب البصرة دكتية واجد بحسن البصري وحكور انشري وي بفتح التاء المثناتي تاء لبرد بعض السيب والآخرين يتغلب الأورنا يتغلب فوق قرب لغا سي هوس لغا سي لياء بين نقاط هوس لغا سي و اسكان لغين غين كلا ربا المعجب دعدا لسي و كسر اللام لام كان والقسنع عمرو المتغلب يا الله ورنيا النمري العبد محور صحابك
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بمال النبي محمد باهنت الله كيني أو صبيا أمام حابيس يقفال إيو قال أفك اللي سوجبيا الله كيني فقسمه مالك ابو قيبي أما صبي ابو قيبي شسو بنو فأعطى رجال رب وحسيي العلماء تطمو ذا يعني وترك رجال رنوا كتغي فبلغه حنبي قاري فبلغ نبي وحسو قال أن الذين ترك أن الذين تركهم نبي كو كتغي وصحبه أوزن سينين عاتبوا إني عنان تمين ويقون سيدين تكتغي دا يدا حانا قد لو قتغي هل بالسيي أنا قم حالي سين أفير تورين ويقون سيدين أوشا يدا نبي منبرك كي استاغي منبرك مدينة فوري فحمد الله الله كم هدي ثم أثنى عليه وافى الله أمانه أمانت ربي بركاتي ثم قال أما بعد أنت كذب فوالله الله كل أرتي إني لو أعطي الرجل نمبا وحسين إياه أشوى للعهد ذاك وذاك اللي سوسي من النبي وجه ذاك رجل سوسي بك الله يا إني لو أعطي الرجل نمبا وحسين إياه وأدعو الرجل ننوى كتغايا وأدعو الرجل ننوى كتغايا والذي أدعو مت كان كتغي وحبا أنا نسينين أي أحب إلي أن كتش على هاي من الذي أعطي كان وحسيني منك أن وحبا سينين إن كتغي إسكوها اللين يكلسوني إيمانك سأنك قبان أغتغي كون أدوية كون قارمية إي صندري رضان إي حقوق أرمها چيدين دانين أي أن كون أمسيني ولكن أصي شيء نبي حول أعطي قوم أقواما قليان سينا يا هنتي محروسين لما أرى وحن أرك درت في قلوب من قلب قضية أن كو أركو من الجد أرقجها يا والهلع من مراني الدنيا شعيرة دتك محروسي إيمان بني ما وأنا جاي نك وأنا كسيهن ما إن أي يكين حجان معها إوام حي لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع الدنيا شعيل يا أرجع حد يا الله سينين قب قريبا بكون دعيبا أسألنا بقوة لهم إن أبي هو يدي للدليل بعد مودي نبو حلو وأكل وأقواما قلنا وحنو تلا سارا إلى ما جعل الله وحب ربي له في قلوب من قلب وذو قل الله به وذو من الغنى هذن تنماء وإيمان سمي قبل نمو إيه والخير ونقي إيمان منهم ضدك النوع عسى وحاكم إذن وحبا أنا سينين إن إيمانك وذي قلبك وطل صارتي عمرو بن تغلب النمر باكم ذا صحابي في رواية وكنت تلقاء وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مؤمن بركة سارة هرتزا مشى كلام فديم نبي قال سأنت يوسف في رواية وحاكم ذا رقع يقع عمرو بن تغلب باكم ذا فقال عمرو بن تغلب وحوجي فوالله الله أنكو دارتي ما أحب مجعلي علي أن لي أنا أنوي هذا بكلمة رسول الله باء البدل تأديت التنوي ببدل كلمة رسول الله رسول كإله كلمة إن لي يبدله حمر النعم قيل عس عس الجذين لي يبدل ما تشعل يقول وعند ما نك النبي يري أمام الملأ والجماهير من بركة صوه صار هرت وكيل إنك أضد كان أطلع صارت إيمانك هذا هي إيمان صمد هذا هي خير خذ عمر باكم هذا كبدل المهاي يقول قيل الجذين يا الدنيا لا يسي لأنه واشهد آيات الرسول صلى الله عليه وسلم أمام البر والجماهير على عمل تغلب وام أنه صادق الإيمان إنه يهي غنى النفس أولي يهي صاحب خير وإيمان أولي يهي مركز الدنيا محي ترتا رواه البخاري البخاري بحث كوري فوالله إلا أن قدرت ما أحب مجعل أن لي أنا إنه إيه هذا حمر النعم إساس إسكو حرانتاي قيل قد قد إنا نهله الله إسيه مجعل اللي يقول بدله بكلمة رسول الله ويرداس نبي ويمان كاس إقام مغراتك عاي ويري عمر با كميدا ضدك أنو طلع سارت إيمانك وذي إيو قلبي سمدودا رواه البخاري وركا وغشت وكشي إيقا إيو ضدك محققة وحبك مجران ومسكو إقاد بعد هذا في النسخ المطبوعة وحولي وحاكو جرى هل كهرو قبطي والخير منهم عفوا منهم عمل متغلب وغشت وحويري وحاكدن بكو جرى بوري نصدى لقد ضابع كتاب كان رياضك قال عم متغلب وليست في الأصل نصدى مخطوطة الرياض كان كمجر تبور قال عمر متغلب ولا في الصحيح بخاري كمجر إلا حديث بخاري بألوه تيريي ولا شك وحان مرن يشك لهم بأنها من النسخ وحان شك إن أصول أنه خلطة ما يوداتك وداتك خلطة ما عمر مهر الفحل أساقا خلطا لفظ وقال عم متغلب بخاري بكجر أساقنا تحقيقي حتى نصوه تحقيقي كجر تكفيري الرقم كأصدح كون هالبغلافرتن يشان
صدح كن هل بغل أفرتن يشان. قال عم تغلب فوالله ما أحب أنا لي بكلمة رسول الله حمر النعامي بهجرتا وعيقول يكجرتا إسلا حديثك تطبقون شان بغل صدن يشان لبن ميرود ببخاري كسو علي وحديثك يكجرتا في الصحيح. قال عم تغلب نسخة مخطوطة دي كبغل خطأ بغل خطأ نسخة خلطمة كبغل مخطوطة دي. أما النووي بأوجتك اختصار أوجتك عليكم ما يس. أما إنه وذاك يرادو ولا في الصحيح بل لا شك أن من النسخ وخطأ على خطأ وحقوق في الذين أقولوا كما أرق أما منها يلين بقوق في لكن أضرب أتراد بخاري كم جرتي قلي جورسن هاي كتاب كأياك خلط ماي وورا الله بهاني هكذا الله يابله أسرع بخاري تحقيق جنايا أرقام هذا إذا سيو وأرقام النسخ دي سب ماهر الفحل شن مجلد إذا صمصة حقيقي نينك هاي عفيري صدق حكون هالبغ على فرتني شن هي تطبقون شن بقول صدقني شن كفيري وركا اسكو قاد عور إمامك الهلع هو شدة عفوا أشد الجزع وي كتابك أخضاب بغم بعد حقيقي سكوجت ولاد كان ما كان مركا ضاما سيدا موضع ينسق لان قاد الله لكن هذا بلان كان نغضم تشوف الهلع حاوي هو أشد الجزع هلع وحوي وارققها يا نحن الزائد كحدافك وحمك كل دافع الحقوق وليس بقوة إني باجرة أما هذا هذا كير حمات عن كوسي داهيني لكن مركز شيء آدي آد وقح حمانيس أما آد مودي بين لقوة رامي أما لقوة مردو يا ليدا هلع وقيل وحالي هلع ماءها شد الجزع وحوي الضجر إن العروت ويبه وبالضذبة أفقى بالتوري أي هلع ليدا هذا إذن الدنيا ذو مركز حديث كي بحم لما عنا إلهي حول الدنيا وحنو سينا أحد أن تعالى إمام أن تعالى إمبا لكن إيمان كي الدين كان نصي إنه أحد أن تعالى إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب لكن دين كي إيمان كي إلهي مصي أحد أن تعالى نبي يقول سيدوك الدنيا ذو حوصي يعود تعالى إنه سن تعالى إمبا لكن نبي يقول كاتك إمام عن هذا إنه أفسن كنت تعالى بل إيمان هي شهادة مقاتك دينيت باب مشا كنت وعن حكيم بن حزم رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا قعنت صريسة أيا خير كون أكسن من اليد السفلى قعنت هوصيسة يعني مدى وحب حين يساء يا صريسة توح قادلنا ويه هوصيسة هذا النرى قال لك هذا قيل لبن ننك اللي تها نقلي لبا حالو تهوصها الدورة مدى صرى الدورة سأصلوا ولها الله إياه وابدأ قبل له في الإنفاق وحب حين تي النفقة وحد قبل له ذا من بمن تعول ضدك النفقين ضدك بيلك ذو كساني بيشو هو يدا ايو عرورت هذه حاسك ضدك بيلك ذو واجب كوياي كب اللو كدب قرابة ذو قودي رحمك أمك أقدو بي مساكين المسلمين وابدأ في الانفاق بارك الله بحين يسو حد كب اللو ذا بمن دول تعول تنفق عليه ضدك آد بيشة ضدك كهور لأن وانك كهلا مكا الوحي راه انتهى شو ضروريات كالوهر مراه حاجيات كالوح جياه كدمنا ثانويات كصدح على قيب الضوي وحير مكاد الشيء هذا ورد الله مرة ضروريات كالهور مريا وما تونا بيخش وابدأ بمن تعول كدمنا حاجيات كان دنها جود مر كاد يكون تاجن كدمنا دن مسلمين كقيب قاد كذا إن هذا قوة رت ما وخير الصدقة وحلا بحش النبي وحوا خير بدن بول عن ظهر غنا هذا تنبي وحلا قبحيه أذو كم مرمى وحنا هايست وحد كديب تا وخير بدن وأنا ومخصوص أو وضد كمرك وحب حيان حيوين يكذب التجا أما شيطان وكفر وسواس أي بدن تا حيو شنتوكم بتصير هالشيء مساعد بالي يا كوي يا هاي صدحكم بعد ديبتي هذا نسيكس كي بقارن بعد ثروة ما صدح نسيكس كي بعيسى شيطان بقوة آخرى بريال كاس لقى كان وادك دكتور شو كم بعد بحين لاي ضد كنوع عسنة بمحوله وحد كم مارنتان بحية لكن إنك كون يكون هدودي وحبكوا أهين وحوفي عن حلو أبه بين وحديبه وكي خير صدقتي جهد مقل نما وحبه لكرنه فقير وحبيه أو خير بدن سبق الدرهم مئة درهم وألف درهم يعني أبو بكر وكي مالك نبي يقول وحلب بحي وحي سورة بوكين يلا وصد إله من أقصر التقين هل كان يكون حران تاي أضرب باشا كده بتجي سو نية ده كسر دجال ما بدونت وحبها بحني ولا يسك على الشيطان بيكون فيه وكده بتجي والباب بيكون كلي
انت انك بضنين وحبا بحين بالحروطه تقول عشية النفط هذا هدي لك انبار مكرتوت قلبي وانا اكسنت هاي كل قد ببح. وخير صدقه صدقه وحاو خير بدن ما كان عن ظهر غنى كمارا وحي لو بخيو وحد كمار مكرتوت بخيسو. ومن يستعفف نكيس دوره سؤاشة يا بريد اسك دوره يعفه الله الله دوره وحو ربي دو كو دوره سينيا سؤاشة يا بريد نك ادي اسك الى الله اسك دوره إلهي بار دوره يو وحو كو دوره سينيا. ومن يستغني نك استيقه يا إلهي اسك ديقه يغني الله الله ديقه يغني الله ديقه وحو كو ديقته سينيا. حديث كان مركو حكيم نبي كوريي يا وحور نبي الله وحتى منك حتى هذه حتى كادق اظن كجر تضطر لقد دقتهم النبي الله حتى مني بنو صلى الله عليه وسلم بس بوري حموديي ومضى كانوا يسكي لكن النبي قاصو ووحدون ويدي سنه ما حتى منك النبي الله هاو انا ومضى كمد هاي. ومن يستغني انك يصدقي الهي سبحانه وتعالى وحسي كوقنع سؤالنا كدور الصدى أصغوا فقيرنا غني إسكدق حق قبل نمذا يضد نمذا يغنيه الله ألا ديق يوحي كد يقتموا السينية متفق عليه. إذن قناع ذي عفاف كذا كجر هذه. وهذا لفظ البخاري لفظ قال إنه الشيغني مرها إنه الشيغني وحاسكله بخاري ولفظ مسلم أقصره لفظ قال مسلم وكجابا يا متك إنه الشيغني. وعن أبي عبد الرحمن معاوي بن أبي سفيان قال رضي الله تعالى عنه قال سعد بن حول قال رسول الله سكل وحول لا تلحفوا هكو علنينا في المسألة سؤاشا سؤاشا هكو علنينا هل من روح وحويدية كتغا لا تلحفوا في المسألة أي في السؤال لا تلحوا بك أنت إلحاح. فوالله الله أنك دارتي لا يسألني أحد منكم أحد إذن كان كميدا إما ويديستو شيء وحا الدنيا وفتخرج أي سارته له أسقى مسألة سؤاشي سي علنت وعلي منا أن يقصص شيئا وحا يقصص سارته وأنا له كان أنا هبل بسؤالك كابت شيب بالإسكاسي أنا ربسانية أم بحيو فيبارك له فيما أعطيته الله بارك هي مجر توحي أنسي صدرت في قوة حيرة هذا وحي حشود لو بحيو الله ما بارك هي حشود يوجي كبح يهبل بكدول فريستي هبل عليك أنصار والله كعيسان ما يواد إيدي سنة وشا يضع بارك الله لك قاضية وحق قلب السمين لو بحيو ربطاه وإلحاح عن لقب حين يقول له اسكتي متلقى الله يانا وعاوي ومركا أدو دن تاد سؤال ليس دن أدو قال ليه شخصيا مركا أدو حق قريزو إذ أصعوته ويهي تلقى الله مركا دن مسلمين تهي كمجر تمش أنه عين المسألة كمجرته مركا دن مسلم حقوه يدين أدو مربت نمباهن أدو حقوه يدين إيسا دن قود مساجد مدريسو علم مسلمين لوقدي مسلم مالكحران من اسبتال يالا مد دبناء مركا دنقود ادو اهل ليسو لو هوش ما بل ولا اجر سينيا نبي محمد با سمين جري صحابه سمين جرتي بل وحورن جري النبي صلى الله عليه وسلم اله الله يويديو ددك خيغا ويدي ايش فعتو جرو وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء وصمرتين انا سو خلدمين وحا لغا هليه مساله حارانتا وا مركا وخي ادو كوغو سابسن دنتا دي حاجات كالا مركا دن مسلم او تاغنتاي اجر باد كاليسا أجر بعد كهليس. فوالله يا الله كل دارت لا يسألني أحد منكم شيئا متكين أحو حما ويديستو فتخرج أي سارت له أصوب حساسة مسألة سؤاشيسي مني أنا يسوى صارت شيئا شيئا بحين لها هذا سؤاش اللي وقت كاينين أون اللي قعل علنين وأنا له كارهون واللي بان ورد بالسنية لأنه منافقين تلقى قالها إن هذا الحديث وقتي منافقين توحي سمين شرين سؤال بدن إي توغم بدن إي نبي قولي من شرين يقول دون يا دهان نبي محمد بن تو حويدي سنود دي, دي عند العرب نني مسؤوله او لو تو بخين واي عيب هي نبي غير ما كان بخين لما كحكومه او نين غعن ادق اي كدغا اوكي عمر مالي مال ما قال انت وحنا نسي نبي كيرا دين بو نبي يوسي ادنا وي كعلي خوله بدن بو سي مركي لا دقاقين يا نبي وحوري كيكش وحي كسي وطن نار با كسي وطن عمر النبي الله هذين نار بكتها هاي محوسيس وحولي وعدان وحدي ذنا نبي محمد وابو خيل يورنيا هذان وحسيانا ما صمر هيا مرك انت انا وحكم لنا بخيل هاي ونبي النبي داو عقال لها ايوه بحاس اما كبتين
أما ربها كعفيه وهالس وهي نبي عرضي سدوا إلا إلى لي البخل نوى وصف ذميم أن أنبياء بركيه وفيبارك الله بركيه الله أسقى فيما أعطيته وحنسيه سؤال هذا يقول العيسان يقول لبتين وحا أن كبحي أنا أرد بصنية لايدين بركين من صبر صلى الله عليه وسلم ونفس الشيء نفس الشيء وي. مركوش آدي هذا لسكي إلى لي الدنيا مركوش ألقاسي يقول لك إيسابة حتى مركو درك قبط صاحب حاجة وفاق آتاي وحي أضل بيسيد ومدى ويدي سنيس سيد لطيفان أو دبعسان أو قبن مالي أو انكو العلس لهين أي إسلبت كرات راه مسلم. وعن عبد الرحمن عوف مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال وحول صحابي قاس كنا عند رسول الله رسول قال اكتسان نتشوقنا تسعة أنه سلالة أو ثمانية أما سديدة أو سبعة ما تضبع رواية حديثكو نبي أنك أقل نبي قال ملفدي أنه تضبع أتقني فقال سبحانه وحولي ألا تبايعون رسول الله رسول كلا أحد ما الله قشان بيع ما إلى قشان وحول السحابة وكنا وحانا حديثي عهد ببيع مردوبا النبي بيع الله سوق الله يبقى إلا أن ديرين بابا النبي أحد الله سوق الله بيع العامة بيع على التوحيد والهجرة والصلاة والأمر بالعرف قد بي سوق الله وكنا وحانا هين حديثي عهد نمن حل قد دوية هاي ببيعة عهد يبلن كل دوية هاي فقلنا وحانا بيع الله قد بايعناك رسول نبي الله مين يقول ذي بيعوان سوق الله سوق الله ما له شيء نجا قاده أما ساكن نجا قاده بلن يا حد نبي قطعوا متشي ده تكونوا ربعية نو كقاده لحد ده تضبط ده سد سقال كده ثم قال سبحانه وحيلي ألا تبايعون رسول الله وركز كده يو نبي قبع ما الله قشا مين النبي قبع الله جني أحد يا بلن فبسطنا أيدينا مرضي النبي قد سعري وعوا وقستها يا ويقرتين نبي قل مخلوا نوها في وقاتين way gartay inay u jeedada gacmimaanu fidanay yiraahdeen waqul la waxaanu niri qad baa yaacnaa nabala wa balanka wa kula galay diyar baanahay fa ala ma nubayicuka ya rasuulallah maxaan balanka kula galeyna noo sheeg qaal nabii xul ala an ta'budu allah ala an ta'budu allah ilahi kili ilahina al'abudan wala tushriku bihi shay'an ilahina idu shariqiya ilahina al'abudan ahadna ayda wa la wajinin شريك اي عمل اله لو شريك لمن بايدن سمين شريك ذات لو شريك يلو اي عمل رب لو شريك من بايدن لا ايمان الا ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا واصل كاد اللي سوغا وا بعد غوت والصلوات الخمس شنت الصلاه ودنا تكتان بعي ولا قلا وتطيع مسؤولك له غاستان تطيع على ضيعدان او مقشان او غاستان انك مسؤولك اميرك يا طرسك وأسر كلمة خفيفة وأسر النبي وحوسنا وقول لي كلمة وير خفيفة فضوب بهوس وأتون النبي وشي ذي لأنه بعضهم كانوا صومري ولا تسأل الناس شيئا وهذا أحد يقول لك الإنسان آدم وحبا إذا ويدي سنين روح بنا آدم حول الصحابي عوف مالك لا شعيئها حديث كمركو وريو حسن البصري وريو حول رجل حدثني الحبيب الأمين صحابي كان بؤاد وشعلاء حديث دوره كورية لكن صحيح عنك الله حديث بس وكلها في يا بخاري يا مسلم باب الله كورية الميني وحوري فلقد رأيت وحان أركي صحابي عوف بارني بعض أولئك النفر كوحدة أبرت كمدة كوحدة سقال كايد أما سدية داي أما تضبط هيدا عوف وكجري يسقط أصغر دعيا أركي صوت أحدهم متكود أشي سيبا دعي تشادر كيسي كرباش أشي اللي قرع فرس كيا يا جاد صوتك الله يدعى فما يسأل واحد نحن ويدي سن ما يناوله إيا أسوديبة فرسك صوص ربا شابوبا كدعي وشابوك يديب ما يا فرسك بكسودي وصوغا هدرا وكرهيا فرتي صوت كديس سارم يحقق عوشي هوس بودي فرتي فريسين وكدي كدب وصوغا هدرا وكعنايا أنا واحد فر بين القاد وحكيت وعيديب كاسوقه كان سريعي حلم دابين أرحل ألقى ما بجرته انت اصي صحابه كبقايا ان يكون نقطه بلنك ان يكبحين نبي حد قاده فلقد رايت وعارك بعض اولئك النفر كوخدا بركود بان اركاي او يسقط ودعي صوت احد يمد كود كرباش كسي عفوا شابو كسي ام جدل كسي
فما يسأل ويدين ما أحدا أحد يناوله أسوى ديبئيه أصغر رواه مسلم. إذن وإن وحي ربك سيحوك إيا حيلت إيا عقلي إيا عافمات إيا الدنيا إيا ضب إلهي كوقا عيال الدنيا هذا ما نسكت ضيضه أنت تكمار مكتنا تكمار أنت. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبحو لا تزال المسألة بريض كزول ميسو بأحدهم مثكين مد دينيسو حتى يلقى الله إلى رب الله كل ما سبحانه وتعالى وليس في وجه مزعة لحم أسون وجه يسو واحد وحيل بالهي صانع الزارين وجه الديرين أبو آخر إيمان ياوي وجه يعني حرمتي باكتري شرفتي باكتري وجه قديرني سيدا الدنيا وجه أقل في الحشونين باخرنا القديرية حبناها مع سيد القصة ما ينبضون وكمذا ربي آخر مع سيد بكم وشيا سيا أستاني على أن قطه وليه الربا ضعونا وعد بغشين قرآن كنا يدين شيء حديثنا يدين عدي أيوة على وين الدنيا آخرين لك يعني الله شو هالك الله يقتاي كوي بنت شيء عرب كاسوف كان أي دائما قال الله دلها عنا يا كوي ما الحق القول إيسا كوي برتا ضمبي طب جبنتا على ندير يبندر اللقطة هي يعني وحاول ما دام وجهي أتكح شو إذا ما كبر يسي وجهي الله قديري لا تزال المسألة تغمض يبريد كزول ما يسد بأحدهم متكئنه ودبت عنيه ووضيه حتى يلقى الله تعالى إلى رب الله كل ما أوجيري إذا آخرنا أوي ماده وليس في وجه سو وجه سو اسم كؤول مزعة لحم قطعة لحم عد يروه لي بأوصان الله عد يروه لي لفق روح عطبا يا صهريس متفق ظاهر كان لغو سعوانا صحة قل له وحيدا محلو جدا ومعنا لغا وضايو شرفتا كدعي ووجيغا كدعي وكرابلان بنقونا يا ما وجيغا لدير يا متفق عليه. المزعة بضم الميم وإسكان الزاي المعجمة مين كل لقوده زين الله ريبا دبع ذا لا وبالعين المهملة عينا دبع الآخرية القطعة وقبل كأيو انت يرتي لبكا. وعن عار ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذن خطرتا سيلي داوي إذن كبير من الكبائر روي بريضة يتوق مدى أنظر روعا كبير من الكبائر لأنه عيد كان مكين روعا كاين محرم قطعا بريضة يتوق مدى توقسك أنظر ركوك الليثين وكبير من الكبائر بحديثك عضيني وعيد كاسون ليه. وعن علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وحلو وهو على المنبر أصوم منبر كسارا وذكر الصدقة النبي عمر كان الشيخ صدقة كالشيخ يو التعفف دورسك لقد دور صدفتك كجر عن المسألة التوكسك بريضة وحوس بنو يلي مالك أيضا اليد العليا قعنت السريع وحبحين إيسا أي خير كقيمة بضل من اليد السفلى قعنت وزي وحقاض نيسا واليد العليا قعنت سريع وحاوي هي المنفقة التوحدي بيسا وحبحين إيسا والسفلى تهوصن اللي دتنا وحاوي هي السائلة مدح ويديسان إيسا توكسان إيسا متفق عليه. لو حال مركا ديسكو اسقبتان مدى صلاة الله دورته آخرية الدنبا تليدتنا النقطة لما ربه داد أول كرتوي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس داد كان ننك وحوي ديستاء يتوقصد تكثرا وحبطسي نفتي سوحكو عيد قلوه لي ودبرك وكتوسيه لكن كردسو لأنت وايرت كردسو قوي يربحسو كردي من سأل الناس تكثر أي استكثار حول بطسي ننك ذلك هو ويديستان فإنما يسألوا بطسنا يدك ويديستان جمرا دنبلا نارا جمرا دحولا دنبلا أرسنا نبي حول فليستقل دنبلا سويا ريو أو ليستكثر دنبلا بطسدو والتهديد على سبيل التهكم وقدوا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وكلوه ما هو ويفي عنده إسكوا ضماء واحد قرن يسوى دنبلا النار هذا أما دنبلا إسكوا بادي أما إسكوا يراد يكون تالله مرة بس وعيش إسكوا جريس دنبلا بات كجريس مرة بس إسكوا بادي سنة هذا إسكوا بادي هي صادو أنت مر كجيل وادي كوت الله بركة دنبلا الله إسكوا إلى عليه باهدي النقر صدى إلهي سبحانه وتعالى وحيدي أضبها تان ويديستا نبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي أدونك إلهي وحي أبها بهوديس حتى كبت يالن كدهوديس حتى صعب عصبات أدبها تربو وديس إلهي بها خزائنتي سفرانتها أساقا برياضة هذا إلهي بها أساقا تشعل
isaga ku farxaya waa adoonnimo waa gobonnimo ilaahay tuugo bari aadama intaad ka deeqdo ma kartaa ka deeqtoon iska ilaali ay kugu caay ay kugu dulaysan waad ku sharaf dhici salaantay kaala leexan markaad soo baxday kaa naxahayaan fadhigii bay ka sii kacahayaan aadame ka leexan dad ka leexan karto inaad wax tarta mooyeen waxbaa u doonan ilaahayna inuu kaa deeqo oo kaaga filaado ilaahay ka bari naftada ha barin inaad aadame cuskato inaad isku hadlaysa ha barin naftu wixii la baray ku tagtaa رواه مسلم وعن سمن الجند رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة بريض يوضدك وحلا ويديستاي كد ودخر نبر كجارة يوي يكد ودخر بها أيدي الرجل ننك وجه وجه سقر فني سؤال كستوكاس وبعد آدم ويديستو ونبر سقر فني سادو هذا برس اسكوها يستو مضعة اسكن نبر رياني كد ودخر ويدي نبر يكد نبرا أم دفنا بها أيدي الرجل نك وجه وجه كل دفنا إلا يسأل الرجل نك نحويدي سنة يا مويل سلطان الملحوين أو في أمر أما أرين درت يا حويدين أيه لا بد منه أن لقم مارمين له رتل أن لقم مارمين ومن حمالة أو جائحة أو فاقة وإمام تطهر الترمذي وقال حديث حسن صحيح الكد الخدشوي وراوع أما جرافينتا ama jeexidii xanguurufashada iyo wanaxu xilamida waa nabar aad jirkaada ku dhufanaysay wajigaada meesha ugu qiimo badna jirkaada ugu qurxunayd ee ilaahay loogu sujuudayay ee lagu xushoonay baad nabar la dhacaysa ilaa yasal arrajulu sultaanan sultaan inuu weydiisanayo xaq uu ku leeyahay mooye ma aha sultaan xaq darro waa nafsa shay sultaankii madaxweyne wuxuu weydiisanaysaa baytumaalka hantidii aad ku lahayd sida xakiim qaybtiisa oo kale fayga qaybtaad ku lahayd hanti muslimiintu ay keenoo dhahaan loo qaybiyo wadaadaha ama xirta iyo fuqarada oo faqirnimo aad ku weydiisanayso waa xaq aad ku leedahay way sultaanka aad ku leedahay ma aha sultaanku su-aashiisa furan tahay maaha waxa laga hadlayo ma cid qabta ma jirto sultaan su-aashiisa furan ma jirto waxa laga waa sultaan madaxweyne iyo mas-uul xaq aad wax ku leedahay iyo hantiad wax ku leedahay gacanta ku haya aw fii amrin ama arrin baad u weydiisanaysa u tuugsanaysa ama waxaantu laabud an laga maro nafti baa kaa baxaysa baad baktigaaba kuu banaan ama danayaqaad baa tahayoo qabaa'il muslimiinoo islayn haye baad kala qabato dhiiggoodi baad qaaday wareebalo maxaarata laba boqol halaad bay laba nin bay naga qaba haddaysan halkaa magta dhigan walle way go'aaya aana ina deer baa u dhinta kala badbaadin xataa ana laba boqol halaadkiina ay bal fadhiista qoryaha dhiga waridinkuna noqda ugaasnimo daranyaqaad gobonnimoaad ku soo qaaday xoolaha iyaga tolkaad ka qaaraamays marka iyada xilada muslimiinta aan kala fadhiisiyey shantii boqol haleedan soo qaaday halala baxsho masaajidaad ka istaago oo maxfaladaad ka istaago waad guri intay kaa dhammaan karto intay kaa dhammaanayso markaa laguma haysto alkhilaaf fii caqiyati sultaan waa marka sultaanku uu yahay sultaan muslima oo caadila ama jaa'ira hantidiisu meeshuu ku hayana ay u badan tahay hanti xalaal ah haddii hantida ay dowladdu gacanta ku hayso xaaraan u badan tahay bitifaaqi muslim wax lagama qaadan karo haddaabaad og tahay madaxweynuhu iyo mas-uuliyaadka nimanka mas-uuliyiinta hantida hayaa inay xaaraan tahay sal iyo baarba iyadugu waa nijaaskabas iyo daranba waxay dhahan fuqada shaaficidu sultaanka laga hadlaayo oo wixii hadda ka horreeya dhowr boqol sano ka hor qarniga shanaad bay sidaa leeyihiin qarniga shanaad ghazali baa kaga hadlay faafaayay ixyaaga baxdiga ugu qiimo badan ee nin faqiih qoruu qoray بحثه كجرة كتاب قيس ملك الكهل ميزد لا في كتب السلف ولا في كتب المتأخرين سلف وحش شورن بو جمعية أصوه قال ميزد من بضونه وكمدي من خزيمة أو أبو طالب المكي كمدي أن توقع الميزد بو جمعية ني إله فهمي ذكاسيين وقعها ترتيب يتفنين كان وقف في عنا باللوغة بحثه مكاد باللوغة حلي هذا ميزد كرن ميزد وانا بقول صفحه بقول صفحه أو حليل ده oo kaga hadlaya madaxweyne iyo mas-uuliyiin salaadiin si wax looga qaato maxaa xarana maxaa nijaasa maxaa furan aakhiriya baxdigaas aad u fiican saad ugu ogaataan kuwa inu hadda ka hadlayno ee hadda adduunka jooga shini lagama qaadan karo waa xaaraan qatcan iska ilaaliyay maxaa yeelay maxay waxay haystaan xaqunnaas xaqunnaas wey
هانتي دد لغا سو دحاي يا انشور يا دح يا وخ دينته لو دمنايو يا مال اي قال يا رير بكين او دينته لو بابيه دقن المسلمين تا ويسي وخ مشو كايا مشو دبا كادم لو ويس قتا كادم لو ويس قتا ودادو اسك الىاليه حلغا الله يوا ددكي قمناي هوري. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كو مدحويناش ما انت ادونك جو مسؤولين واحد كقاتان ايا كحاران سن واحد اني شخصيا قدخدان لماذا؟ ها حول المسلمين تو دبي دحين انا وفرت شخصي وصمايد باتي انا باخرك دبي استاغي لكن انا ما كنت كتابت ايه ترى كونفرو دوم يقصد دبي قال لي روقي يرين روب واحد كدين ما تشرو اسكا الى عليا يا حتقول هاي ها وحنا دبا سو قاتا دي وعلي بقول كان شنو حسان با اسكا ولا قدخد لكن علي بقول كان حرتا اسكا انت فديده جماعه بقول كان اني فديده اسكا لي عبد الله واد قاتل لو بقول كدر بقولك حسان يو بقولك جماعة المسجد كي يدرن عذفة أنت معنا اسكا إلالي. وعن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله من أصابته فاقة باهي نينك كهبسته من أصابته نينك أصبت فاقة باهي علو صلى الله عليه وسلم فأنزلها كل عرى بالناس آدمها كل عرى لم تسدل لما أوذو فاقة باهي ديس اسمه صحيح الباب فقري باكو قد باللابن توكسي باكو قد باللابن لأن هذا أنا قريب سمق القعنة أنا كهين أيا لباكون إيو اللحذي وحنو يميد نين دلن يراه نو مال مكتبة تشوقنا مقاحيبو كشقين شرين اسكفي عنو حوك سدو أها مقاحيبو كعنو شري باهيبو نوشك وحبان سينا قلب دنبوه دانا صنو وحبان سينا ماني صدحات بوجد نو قبطي وذاتك وحيري وحدا بهاسين وذاتو كده نين كان ومقاحب له كشقين تري ونحك سدوها هذا انتو توكس قبل وقت هذا الوقت بدلي عافمات كيسين نورشي سكده واجد دمبنا اسوق ودوين كتاجا ام سيد مدو قلي بعد اكل دونتا نين كان ويل وروح دقاقة هذا هو يستاجي بس لي شوها بهذا ممكن كوكتي ما دو الهي بالغول عرة هذا ما هالغول ما اللي حلو هذا باب كاسكفرته من فتح عليه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر واتقرنا إذا عديد كها باب توكسي يسوء أنك اسكفر إلى وحكفر باب فقري يما عرول إيقاتها كفرني باب هذا قرسو إلهينا كحرا إلهينا بري هذا ما هنا انت كافتو مكرتين اسكي لانك اسكي إلالي من أصابت أنك هل شفاقة مع أولي الباهبة كهب ستي فأنزلها كل عرض كدتي وحلقتي هذا كل عرض وكل بقضة بالناس آدمها لم تسدل لما أوضو اسم صوحي دفاقة بهيس مالك الباسي فرمي خد كلا فرمي وكسي الضري ومن أنزل روح كل عرض باهدا بالله اللوين سبحانه وتعالى كل عرض إلهي الله أزقال فيوشك إلهي وحو ولسو دقدق يا أما أولوي هاي فيشكر الله رب حوله ويا هي له اسق برزق عاجل او اجل ارساقت سو دقدقت اما صود هذا رب كله دويا نقصي يعني مره بس يجي ميستوي ان مركا بو لو سيو ياتي ادون استوك خير بدن صود هذا ان لو سيو اذا فيشكر الله الى وحو سغا هيا اما دو اما ولا دقدق هيا له اسق ولا سو دقدق يا برزق ارساقت عاجل سو دقدقت او اجل صود هذا رواه ابو داود الترمذي وقال حديث حسن حسن عفوا يوشك معناه بكسر الشين ليلى هذا اي يسرع هو افعاشي ام قاربه ديجتين ديجتين وي يعني عوام حي وحي ربي الله هوس قشو مره بكون خساري ما يسدوي لكن وحي ادم الله هوس قشو واد ايدي مما هذين يسد مركها الله قهر وي باشا يدا. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحاب النبي يقول حريضون هنتري قال النبي قال صحاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يوحي لي من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة وهو الأدب من تكفل لي روحي يبلن قادة أي من يتكفل لي يا يبلن قادة من يضمن لي بيكاد قانتا يا يبلن قادة هي
ألا يسأل الناس شيئا أنسن آدم وحو ويدي سنين صحابة قد حيدي يا إبا لنقاذ أنسن بن آدم وحو ويدي سنين وأتكفل لأن نبا لنقاذ بالجنة وجنة قالوا فقلت حاله أنا يا رسول الله وأدون نبيك حريري من مواليه مولى الرسول توبا حنا بقى لو انا كوب بلنقاضي ان انا بنادم انت نور حو ودي سنين جنى اي بلنقاض فكان ثوبا وحوها لا يسال احدا كان ادم وحو ودي سنين بو اهاشين ولي لا يسال احدا شيئا ادم وحمس ويدي وحو دون النقض نكر في سياق النفي اي الاشياء وحو دون النقض روايه ابن ماجه وقدرته فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناوليه حتى ينزل فيأخذها ثوبان وقد محوق قال يسوق تتكسارا إن كرباشي وكدعا أمشي هذا الكي ضدك هو استقنا صاحب بدي أهل كيس رير كيس حروتي سمرا يسوق هذا رتيب فريسنا يا وسوق هذا كد برتيك عليا معايا النبي محمد أبا لنقاضي ونسم بن آدم حو دينين بن آدم وحاكو جرع روت هذه أهل كادي غير كادي ماها تذكر لو كذا ما هذا موردن واجد أمنا عائشة ويوحنا سنجر ثوبان وحي أردن جرت صعود أنت لا هذا شو ثوبان كور قبا يسون قاتش أود منين هاي نبي قبلا لقى لي ألا يسأل أحدا شيئا وركن نمي ونمي كنا وحب حية إيه وحق عن تكو هي ثوبان يان لم يغانين بأردن جرت إلهي نوما باهنين با هو إذن با دلال بطنين موين ولي قاسون آدم وحو ودي سنبو تيال غتمن عبد الرزاق با صوصر حديث كات الماما يا إني هو إذن كدر دار مجرتي إن لقا ورقب الثوبان من عن شيخي معمر ينو جامع معمر أما حسوستي روى أبو داود بحديث ربي إسناد صحيح بكو وريا والله سبحانه وتعالى أعلم.